أهم وثيقة يجب عليكم أن تستفيدوا بها بشكل جيد هي الوثيقة دي دوكيمون 3 رول دي سيرفاس دي شونج. سوف نقوم بشرحها بشكل دقيق بعد لحظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم أيها التلاميذ الأعزاء هذه الوثيقة الثالثة من بين أهم الوثائق التي يجب عليكم أن تستفيدوا بها بشكل جيد. دوكيمون 3 تتحدث عن الدور الرئيسي ديال الوسط الداخلي كوسيط ما بين الوسط الخارجي والخلايا. إذن أهم سؤال هو ما هو الدور الرئيسي الذي يلعبه الوسط الداخلي؟ قبل منه سؤال توا مهم، ما هي العناصر التي تكون لنا الوسط الداخلي؟ إذن كيف ما تتشوفوا في الدوكيمون 3 لو بلازما سونغان لا لانف وليكيد انترسيسيال هما اللي تكونين الوسط الداخلي، البلازما وكذلك اللمف والسائل النسيجي ليكيد انترسيسيل. لو ليكيد انترسيسيل الموقع ديالو تيكون ما بين البلازما واللمف، هو كوسيط ما بين البلازما واللمف. دابا نشوفوا الدور ديالو لاحقا. هذا السائل النسيجي لو ليكيد انترسيسيل وهي اللي هو النسيج اللي تيعم فيه بالضبط الخلايا، جميع الخلايا ديال الجسم. Donc le plasma sanguin, la lymphe et le liquide interstitiel constituent le milieu intérieur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al-talamidh al-a'za. Aqaddimu lakum al-wathiqa al-thalitha min bayn al-wathaiq al-muhimma jiddan allati yajibu alaykum an tastawiyu bishakl jayyid. دوكيمون 3 تمثل لنا بالضبط الدور الرئيسي ديال لو ميليو انتيريور كوسيط ما بين الوسط الخارجي والخلايا، اي الوسط الداخلي هذا كوسيط ما بين الوسط الخارجي والخلايا. إذن اول سؤال، ما هي مكونات هذا الوسط الداخلي؟ إذن كاين البلازما وكذلك اللمف والسائل النسيجي او ما يسمى ب لو ليكيد انتيريور ان لافان لو ليكيد انترسيسيل. لو ليكيد انترسيسيل هو اللي تتكون فيه جميع الخلايا ديال الجسم، تتعم جميع الخلايا ديال الجسم، واحد الوسط اللي تيكون فيه بالضبط خلايا ديال الجسم اسرع. المهم هذا لو ليكيد انترسيسيل هو تيلعب الوسيط كذلك ما بين الدم او البلازما وكذلك اللمف، سوف نتعرف عليه لاحقا. إذن من بين أهم العناصر التي تكون لو ميليو انتيريور بلازما أو السائل النسيجي ما يسمى بليكيد انترستيسيل وكذلك اللمف، هما اللي تشكلوا لنا الوسط الداخلي. إذن ما هو الدور الرئيسي التي يلعبه الوسط الداخلي؟ هو وسيط، تيلعب واحد الدور ديال الوسيط ما بين الوسط الخارجي وما بين الخلايا، هو ناقل للعناصر المهمة التي تحتاج لها الخلايا الجسم من الوسط الخارجي نحو الخلايا بيان سور. alors le plasma sanguin est l'un des liquides intersexes constitue le milieu intérieur. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre le milieu extérieur et toutes les cellules de l'organisme. فهمتوا دابا؟ إذن هذا الوسط الداخلي هو وسيط ما بين الوسط الخارجي ومن جميع الخلايا ديال الجسم. اولا الوسط الداخلي تزود الخلايا بمواد مهمه جدا، مواد غذائيه وكذلك الاكسجين. هذه المواد وهذه العناصر هذه من الوسط الخارجي تحتاج له بشكل ضروري الخلايا ديال الجسم للاستمرار في الحياه. إذن هذا الوسط الداخلي تلعب واحد الدور حيوي بالنسبه للخلايا. اولا تنقل لها المواد الاساسيه بحال النيتريمون المواد الغذائيه والاكسجين غاز الاكسجين نحو الخلايا، وكذلك يطرح تساعد على طرح المخلفات ديال الخلايا من بينها ديوكسيد الكربون او ثاني اكسيد الكربون وليديش مخلفات الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون والمخلفات ديش. يا اما هاد ليديش تنتقل عبر او تل ديوكسيد الكربون، اما ينتقل عبر اللمف او الدم بلازما.
إذن من خلال هذه المعلومات تعرفنا على الدور اللي تلعبه هذا الوسط الداخلي وما هي العناصر المكونة له. الغول دي سيرفاس دي شوم تابعوا معي. لو بلازما سونغان لا لانف اي لو ليكيد انترستيسيال او ما يسمى بالسائل النسيجي اللي تيكون فيه الخلايا، واحد الوسط كبير تيكون فيه الخلايا ديال الجسم. لو ليكيد انترستيسيال هو اللي تيكون ما بين بلازما وما بين اللمف، كوسط ما بين بلازما واللمف. Alors le plasma sanguin, la lymphe et le liquide interstitiel constituent le milieu intérieur. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre le milieu extérieur et toutes les cellules de l'organisme auxquelles il fournit les nutriments et l'oxygène. Il remplace le milieu intérieur. Mais le wasat dakhili dawr dialo hwa annahu tizawed le jism w el khalaya w el asas bel mawad وعناصر مهمة لها، والأكسجين غاز الأكسجين وغاز غاز الأكسجين وكذلك مواد غذائية. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre le milieu extérieur et toutes les cellules de l'organisme auxquelles il fournit les nutriments et l'oxygène et qu'il débarrasse de leurs déchets. إذن هو تيحاول يزود هاد الخلايا بالمواد الغذائية وكذلك الأكسجين وكذلك تساعد الخلايا على طرح المخلفات ديالو وكذلك ثاني أكسيد الكربون. التي تنشلها الخلايا، إذن ثاني أكسيد الكربون تنتج من طرف الخلايا وكذلك المخلفات. إذن هذاك الوسط الداخلي تيساعد على طرح كما تشوف هنا دي فلاش، طرح هاد ثاني أكسيد الكربون وهاد لي ديشي خارجيا في الوسط الخارجي. إذن الدور حيوي بالنسبة لهاد لو ميلو تاعو. فوالا.